على طريقتهم الخاصة يودع الأهالي شهر رمضان الكريم بموروث شعبي تناقلته الأجيال. هذه الوداع طبعا هي موروث شعبي كنا توارثناه عن أجدادنا أهالي القرية قبل، وهذا الموروث احنا ما زلنا يعني محافظين عليه من زمان يعني طبعا. وفرقة شباب جلالي طبعا ما يقصرون، كل سنة هذا هم قايمين بالواجب وزود. حاليا كلهم شباب اللي الحين ما زالوا محافظين على الموروث دي، كلهم شباب. صدق انه هو وداع، لكن بعد مهما كان احنا نعطيهم مجال على اساس انهم يستانسون معانا ويتفاعلون معانا.